السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنصور دلوقتي تيست مود للغسالة الفريش الجديدة. اول حاجة بجيب البرنامج على رقم 3 اللي هو قطن 20، بعد كده بضغط على زرار العصر سرعات العصر والف تاني على برنامج رقم 2، هيجيب معايا ايو كده، يبقى هي دخلت تيست مود. ده كده التست مود بالنسبة للغسالة اللي بالمجفف. الغسالة اللي من غير مجفف برضو هنجيب على برنامج رقم 3 وهضغط على مؤقت تأخير البرنامج، بعد كده هجيب برنامج رقم 2 هتخش معايا برضو على التست مود، وده كده التست مود بتاع الغسالة اللي من غير مجفف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.